من عمر كام سنة يقدر الأطفال بقى إن هم يتعلموا بوكسينج؟ ممكن يبدأوا من 5 سنين، بس أنا لاحظت حاجة غريبة قوي، يعني من إن في أطفال أنا بدأت معايا من 4 كمان. 4. ودي الحاجة اللي أنا كنت مستغرب لها شوية في التمرين، الحب وشغف للأطفال إن هم عايزين يجربوا الخبرة أو ياخدوا الإكسبيرينس من وهم صغيرين في حتة البانشز، وإزاي يقدر يكوردينيت عينه مع ايده في الضربات او في البانشز اللي بيعملها. طيب ايه فوائد البوكسنج بقى بشكل عام على الاطفال؟ مهمه جدا جدا. انا عايز اقول لك عشان انا كنت برضو يعني بتمرن زمان من وانا صغير، كنت بتمرن كاراتيه وما جاتليش فرصه، كان ساعتها حتى كانوا عايزين ياخدوني عشان كنت يعني شاطر، فكانوا عايزين ياخدوني في رياضه الكونغ فو، الرياضه عنيفه وقتاليه جدا. بس انا اكتشفت حاجه مهمه جدا، ان الرياضات القتاليه للاطفال مهمه جدا لانها بتساعد على حاجات كتير قوي. اولا الاكل بيتنظم وبياكل كويس قوي، بيبعد عن المشاكل، بافوت اي حاجه فيها مشاكل، بالعكس مش بجري ورا المشكله، باخد الموضوع على ان انا عندي ثقه في النفس وسيلف كونفيدنس، فده بيحفزني ان انا دايما ابقى بنسميها كده طفل بيقولوا ايه، عاقل مثلا، هي يعني كده بيبقى واثق من نفسه، عنده هدوء داخلي كده، ان هو من جواه عارف ان هو مخاطر، يعني هو جواه يقدر يدافع عن نفسه بالظبط كده. طبعا بتريليز الاسترس والطاقه، لان احنا لما كان الاطفال كلها لما بتيجي تلعب بالبوكسنج بيخرج طبعا الطاقه السلبيه كلها اللي عندهم، فده مهم جدا عشان يقدروا يركزوا كمان حتى في المذاكره. طيب بس هو ممكن يعني اباء كتير تحس ان ممكن البوكسنج او اي يعني اي لعبه قتاليه ان هي تولد العنف عند الاطفال؟ استحاله، يعني بالعكس، عكس اللي انت بتقوله، هم يبقى عندهم يعني ستيريوتايب او صوره نمطيه للموضوع. مظبوط، انه لا، هو ممكن البوكسنج يخلي طفلي عنيف اكتر، يعني هو مستدخن نفسه بقى، فهو عايز يروح بقى ويقود المعارك والحاجات دي. كلامك مظبوط. حاجه غريبه جدا ان اغلب الفنون القتاليه بكل الاطفال اللي بتبدا، خصوصا لو بوكسنج حتى او جرب البوكسنج فيتنس، بيبقى السلوك بتاعهم احسن بكتير من اي حد تاني، لانه بيبقى عنده زي ما قلت لك بيبني عنده حاجه اسمها مش الاخلاق، لان هو بيسمع اولا، بيبقى بالنسبه للمدرب ده او الكوتش هو يعني زي الاب الروحي كده، فبيبقى عايز يعمل زيه بالظبط، بيقلده في الحركه، بيقلده في الضربه، بيقلده في كل حاجه. فلو هناخدها من ناحيه اللياقه البدنيه، اغلب يعني عايز اقول لك 95% من الـ الاطفال، انا مش عايز اقول 100%، لان انا فعلا ما جاليش اي، الحمد لله كل اللي اتمرنوا معايا من زمان ما جالهمش اي شكاوى من اطفالهم ان هم عملوا اي مشاكل في المدرسه، بالعكس خالص، ولاد وبنات الاثنين.